اوه يا رعد الله يا جيجي. لا السلام عليكم، اليوم جيكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم فعاليات فعل المتابعين او مشتركين، خاصة المنتسبين. شكرا لكم، وهذول اللي قدامكم حاليا منتسبين، فشكرا لكل واحد منتسب سواء من اقل فئة الى اعلى فئة. شكرا لك، اقسم بالله ما تدري قد ايش تسعدني تدعمني ماديا، فشكرا لكم. ولا تنسون كود شوب بي اس ال، الفعاليات اللي قاعد تصير في القناة كلها سببها كود شوب. لا والله ثم اللي يحطون كود شوب ويشترون فيه ولا كما سويت فعاليات ابدا. فالله يسعدكم جميعا. اليوم الجائزه راح تكون ما تشوفون قدامكم ب 2500 في بوكس، 25 دولار تقريبا، فراح يكون لشخص واحد، فراح نشوف مين الشخص المحظوظ. سالها صفر، ليش سكوري صفر؟ طيب او بيبدا الجيم الحين، نيكست جيم ستارتن ماب كذا من جيمز، صراحه ما لقيت غيره، فان شاء الله يكون الماب ممتع ان شاء الله. العاده المفروض انه يدخلنا يودينا مكان ثاني، شكلنا برجع مابنا. اوكي هذا الانفنتوري حقك، وش اللون حقها؟ ابيض ابيض ابيض. اوكي هذه لعبتي عاد، خلاص الحين عرفت لكم، بعرق عليكم عشان ما تفوزون. ابيض نفسه، برتغالي برتغالي نفسه، جي ايزي ايزي ايزي. يا ساتر كم واحد مات؟ ابيض ولا واحد مات؟ جي ابيض، والله جربي، بغيت اروح غالي. دي جي والله ثلاثة، يا ساتر السرعة. أخضر أوكي، ضد اثنين بس، يا ساتر أزرق. أوه بضدي واحد بنفسجي، والله إني آسف، والله آسف، ما توقعت إني أفوز. يا الله والله إني آسف صدق، يعني توقعت إني أوكي ما أفوز في جدارة، بس راح نشوف السكور، حتى ما يهم الأول الثاني زي كذا، راح نشوف. لا 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 لا. أهلين موت، الحين بموت صدق، صدقوني بموت. لا والله انت على طول. كم باقي من واحد؟ أنا الثالث؟ أوه أريموزا، أريموزا فاز. أوكي نيكست جيم ذا لاست مان ستاندينج. أوكي أوكي هذه حق تي ان تي، نسيت. لا يا ساتر، لا 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 انا مالي بتنفجر على طول، ما انفجرت. اوكي اصلا هذه ما دخل حاجة، بس يجي نور اللي فاز. ميسيو ضده واحد بس، واحد زابن ما ادري وين. اوه هذاك هو، يا ساتر جي جي والله قم، يا ساتر كيوت فاز. الكيوت فاز. جي جي راح الجيم الاول، قصدي راح للجيم الثالث، من الاول فزت فيه. اوكي هذه اخيس شيء بالنسبه لي، هذه لازم انه اذا جاء عند الاخضر زي كذا زي كذا زي كذا. يا ساتر انا ما بركز على اللي اليمين بس، هذا قدام يمين، وين وش باقي؟ اوكي يمين قدام، ساتر يمين قدام يمين قدام. يا انا ضيعت اقسم بالله، صدعت اوفر تايم. ليش ما يحسب لي بالضبط اول ما تدخل؟ يا ساتر اوكي في واحد معرق، يا 23 نقطه وانا 21. الله جي جي انا الثاني. اوكي خالد اللي اسمه مومد هو المركز الاول في هذه الجوله، فنشوف الجوله اللي بعدها. اوه سباق سباق سباق، هذا بيصير فيه تصاقع مو بصاحي. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، اسمع الاصوات اسمع الاصوات. اوه شوف كيف، والله اني قايل لكم بلوك مو بصاحي، مو قادرين ننط، فاللي قدام اذا مشى خلاص يجي ناط، فامان الله فجاه واحد سقاني ويرجعني، هذه مستحيل افوز فيها مستحيل. اوكي من تحت بعدين من فوق، الحمد لله انها ضبطت معي ما ادري شلون. اوكي هذه عادي يمشي اي شيء، تنط منهم كلهم. اوه والله جبتها، راح يسار بعدين راح يمين، لا بعدين راح هنا، لا لا تسقعني تكفى. اوكي هذا ما ادري شلون كذا لفلف يمين يسار يمين يسار لين ما توصل. حتى في واحد مفك هنا ما ادري شو وضعه، بس مستحيل افوز قدامي سته يا رجل. في واحد فاز، ثاني فاز، الثالث فاز، بس خلاص جيجي راحت علي. زهراني فاز، زهراني مودي فاز المركز الاول، ولا واحد كان فايز من الاشخاص هذولي، ما حد فاز مرتين اربع. اوه هذا الدبليو ذي الاشياء، او بي 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 دبليو اي وين اي، اهلين ام ان ام ان. يا ساتر والله ما تسمع الصوت طلق ازعاج،
هاي اي فاني اوكي ما الى هنا الله يخبيسه الله خالط اتخرب يا خوي اتش ولتش والله ما انتبهت له والله يطلقوني مين يسار بس خلط مين اللي فاز هم انا مركز ثالث اوكي بات كيلر بات كيلر فاز بهذه الجولة الحين الجولة الأخيرة راح نشوف فيها من التوب 3 اوكي هذه حق التجميع اوكي وشلون يجي معكم كثير تكفون علموني والله ولا واحدة ولا واحدة يا ساتر وشلون يجي معكم كم مرة يا شباب ما قد جت معي أعوذ بالله خيرا لا يا ساتر رقبتي انكسرت يا رجل وين اروح لا الجهة الثانية تكفى لو واحد خذها عني ان شاء الله اني اخذت هذه لا تكفى هجت 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 وين قاعد يختفون هذول اوكي شكلي ما فزت ابدا امو فيكتوري اوكي سيف اوه انا اللي فزت اللي تحتي كيوت ومومد مومد اللي اسمه خالد وتحت زهراني كيوت مومد وزهراني راح نلعب الحين جيم ثاني اذا واحد منهم جاب من الثلاث الاوائل خلاص راح يفوز فكيوت مومد زهران لا والله حق الفخاخ يجي يا ساتر اسمع الاصوات لان ما فجرت فيني لا يا ساتر انحشرت انا على الدرج وما يمديني اسوي شيء من هنا افخاخ من هنا افخاخ مركزي الثالث باقي اثنين بس مين فاز اوكي لا انشر لا 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 تنجر فيني جي جي ما مداني اوقف لان في احد صقع فيني اوكي جي جي باقي ثلاثة تقريبا كله اوه فاز زهراني وحمودي اوكي 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 اصلا عادي يعني اصلا انا كنت ناوي افجر في نفسي طيب اوه لعب الكريهه ذي تعال تعال وين رايح يا ساتر ليش تسحب بعيد يا خلنا تعال تعال اسمع يا ساتر كيف فاز انا مستحيل افوز في هذا الراوند اوكي اي اكس اي اكس كويب واللي فاز بهذا الراوند جي جي والله اسم المرحله اللي قبل شوي مستحيل افوز فيها هلا بتصفيق الحين ما تسمع الا تصفيق وبلوك ما يمديك تمشي فافضل حركه انك تسوي كذا ان شاء الله تضبط والله ما ضبطت جي جي انا شبت جي 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 انا نشبت اوكي واحد سقى فيني من فوق انا اخر واحد جي جي طب ما بفوز انا ما ابغى اخرب عليكم واضح اني معرقت اصلا لا بسم الله بسم الله لا لا ما تصقع فيني وانا مالي دخل ربي يا رحمن يمدينا اسويها كلها ما اوكي هلا بي اوكي حاليا نروح يسار يعني مين هذا شلون قاعد يسبح في الهواء يا ساتر لف كذا واعطى حبه كذا يقلب اسوي الحركه عشان اسبقهم بس لم تزبط معنا بشكلهم فازوا كلهم بس اهم شيء مو بالاخير زي قبل شوي تيجي كم مركزي ولا قبل الاخير والله اصلا عادي يعني اصلا عادي طيب الراوند الخامس اوه هذا حق الزون يا ساتر الله يعيننا عليه من بدايتها اوه واحد طاح بدايتها دمجت انا مسوي بسوي حركات على جنب اصلا عادي هو لمسه الحين اموت جي جي يعني هي لي خمسه خلاص طقتني من البدايه ف والله انا اقول جي جي بموت بعد شويه اتحداكم افوز مستحيل افوز والله مستحيل اذا فزت فاني اسطوره يا ساتر انا اسطوره بس ما هو حتى هي لي خمسه ذا بعد الليل اوكي جي جي هيلا خمسة كلهم هيلاتهم خمسة يا ساتر في واحد يمين اشوف الحين من جنبه وغالبا اقول له انا مركز السادس اوكي هلا ما اظن اريموزا اوكي ميسيو هو اللي فاز بهذا الراوند جي جي الحين راوند سادس بسم الله اللعبة الكريهة تكون وش كنت تسوي ذا عشان اوكي عشان يشتغل عليه على طول اللي بعده الله حركات الله هذه حركات ما زينة شوف يل يا اخي نذل والله نذل والله انثل منه ما شفت شي يقول ايه نذل شوف بياكل اللي بعده والله نذل نذل اي ارقص 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 يوقف على ثاني واحده بعدين يمشي بياكل اللي والله العظيم بينهي الجيم سريع سريع شوفوا كيف وغالبا انه بيفوز هو وشلون يشوف الوقت هل عنده وقت هناك والله جيجي العظيم هذا محترف صراحه في هذه اللعبه الكريهه اوكي اربعه ثلاثه اثنين لا 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 ما تسويها فيني ما تسويها فيني ما تسويها فيني يا ابن الحلال والله العظيم اوكي بياكلها هو ايه تسويها في الناس ابلع يا رعد الليل والله العظيم يعني ما ادري ايش اقول تبلع جي جي بيبلع جي جي ارضى من امر الواقع وقف سوي حركاته جي جي نور جي جي والله لحقت والله لحقت
تيجي. اوكي حافظ ثواني، صار ما في مؤقت هنا. والله بلعت بلعت ميسي وشكله بيفوز. 13 سكورك خلاص وقف بس. يشوى على بالي فاز هذا اللي برا اللي ما له دخل. اوكي ميسي وفاز، يعتمد على الحظ تقريبا يعني. والله ما في اي حظ هنا. لا لا تجي عندي، لا تجي عندي. اوكي شكرا لك. والله شكلي جي جي انا، ما انا مديد ما انا مديد. اوكي مين فاز؟ خلينا نشوف سكور كامل. طبعا اللي فاز صار زهراني حمودي حاليا. بنرجع اللوبي وراح ارسل له الحزمه الخاصه للايجنت. فمبروك زهراني. لا انت عندي من قبل، يا رب انك عندي من قبل عشان ابدي ارسل لك على طول. اوكي يقول لي بعد يومين، فبعد يومين برسل لك ان شاء الله الحزمه. يعطيكم العافيه يا شباب ويا بنات، باذن الله في فعاليات قادمه. بس حط كود شب يسل يعني اهم شيء. ما قصرتوا والله العظيم ما قصرتوا. سلام.